we Japan Bank for International Corporation is doing in Asia من الأمور التي نقوم بها في آسيا هو إقامة حوار متواصل مع دول رئيسية مثل إندونيسيا وفيتنام. في هذه البلدان لدينا خط تواصل مباشر مع الحكومات المحلية من أجل تطوير الخطط الوطنية لمصادر الطاقة والحرص على أن كل مشروع بإمكانه أن يكون مربحا بعد أن يجذب الاستثمارات والتمويل من المصارف الخاصة. وهذه هي من الاستراتيجيات التي يسعى أن تطبقها في قارات أخرى مثل أفريقيا. ومن الأمور الأخرى التي أود أن أقترحها هي أنه بوسعنا أن نتبع نهجا متعدد الأطراف. فمثلا نحن كمؤسسة مالية دولية بوسعنا أن نستضيف الحكومات الدولية وغيرها. ولكن فيما يتعلق بالتعاون ما بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا وأيضا في الدول في آسيا الوسطى بوسعنا أن نستفيد من نقاط القوى الأساسية التي تميز هذه العلاقة الثنائية وأيضا العلاقة مع الدولة المستضيفة والحكومة المستضيفة. هذا الأمر سيقلل من المخاطر السياسية ويقلل من المقالق المرتبطة بالتنفيذ والجوانب التشغيلية. بالإمكان حصول ذلك بطريقة فريدة تسمح لنا أيضا بجذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في هذه المشاريع في هذه الدول المتعددة. شكرا جزيلا لك. نحن في القمة العالمية لطاقة المستقبل. أنا متأكد أننا في هذه الصالة لدينا مجموعة من المبتكرين الذين يضعون الحلول وينظرون في كيفية إيجاد والتقاط بعض وأيضا جذب بعض هذه الاستثمارات التي تحدثنا عنها وأيضا الاستفادة من هذه الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى جذب التريليونات من الدولارات ليس بشكل فردي ولكن بشكل جماعي. ما هي الحلول برأيك؟ لأننا تحدثنا عن التحديات ولكن ما هي الحلول التي بوسع هذه الجهات الفاعلة النظر إليها؟ كان أعرف أنكم تقومون بمشاريع عديدة في مصر وبغيرها من الاقتصادات الناشئة، ولكن كيف بوسعنا تطبيق هذه الحلول من أجل تحول هذه الاقتصادات؟ هناك جهود يبذلها الاتحاد الأوروبي، هل هناك نماذج أو حلول بإمكان تطبيقها في جوانب أخرى وقطاعات أخرى؟ من المهم بالنسبة لنا التركيز على الحلول وعلى المسار المستقبلي قبل أن نصل إلى تحويل العالم وتطبيق الإجراءات الضرورية لمواجهة التغير المناخي.